الكرة بتعود الآن عرضية خطيرة، محاولة، هدف جميل، هدف جميل، هجمة منظمة، نهاية سعيدة من بونافنتورا. بونافنتورا يسجل أول أهداف لفيولا. نعم فيورنتينا يبدأها بدري يا إيطاليانو، لم يعطي سامبادوريا وأبناء سانكوفيتش فرصة. إيطاليانو سعيد وفيولا ولفيولا سعادة. المباراة تستكمل طبعا بلقاء إلاس فيرونا اليوفي. الكرة العرضية العالية بالرأس والثاني، الثانية لفيولا، الثانية لفيولا ميلينكوفيتش. ميلينكوفيتش المدافع الصربي يزعج مواطنا، يزعج مواطنا ستانكوفيتش بهدف آخر، ثاني أهداف هذا النجم الصربي، هذا المدافع.